السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، مرحبا بكم، وأتمنى أن تكونوا على خير وبألف خير، وأن يكون الصبر هو عنوان مفتاح حياتكم اليومية وعنواننا أيضا بسبب انتشار فيروس كورونا والحجر الصحي. مرحبا بكم في حلقة اليوم. حلقة اليوم هي مدينة إفران الجميلة.
الآن سوق محلي، حيث يتيح لك هذا السوق التعرف على سكان مدينة إفران الأصليين وثقافتهم. وهناك يمكنك شراء أفضل التذكارات المصنوعة يدويًا كالمنتوجات والحلي مع أذكى التوابل المغربية. إضافة إلى الحزام الأخضر التي تتوفر عليه مدينة إفران والأماكن السياحية المشهورة، تمتلك المدينة سلسلة من الفنادق وأرقى الفنادق على مستوى الخدمات والإمكانيات والجودة ذات طابع يمزج بين الجمال الأوروبي والطابع المغربي الشرقي الأصيل. كما تشتهر مدينة إفران بجامعة الأخوين، وهي جامعة لها مكانتها بين الجامعات العربية والدولية. كما تتوفر المدينة أيضاً على محطة طرقية تربطها بين المدن الأخرى كفاس، مكناس، وخنفرة، وميدلت. تتوفر المدينة أيضاً على مطاعم في المستوى ومقاهي، حيث يمكنك هناك أن تتذوق الطعام المغربي الأصيل والشعبي. إلى هنا أكون قد أنهيت حلقة اليوم. أتمنى أن أكون قد أعطيتكم المعلومات الكافية التي تشجعكم على زيارة المدينة وتعرفكم على مدينة إفران أكثر. وإلى اللقاء في حلقة أخرى ومدينة أخرى من مدننا الجميلة. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي بالضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد وليصلكم معلومات عن مدينة أخرى. وشكرا لكم وإلى اللقاء.